منذ 15 عاماً تقوم كانديدا سنوياً برحلة لأيام من المكسيك إلى الولايات المتحدة للعمل في موسم السلاطعين. يبلغنا مندوب بالموعد الذي يريدنا رب العمل أن نعود فيه، ويستأجرون حافلة في مكسيكو تنقلنا مباشرة إلى المصنع هنا. وهي ضمن عمال موسميين يأتون إلى ولاية ميريلاند لكسب حوالي دولارين عن كل نصف كيلوغرام من لحم السلطعون الذي يستخرجونه. يقولون أننا محظوظات لأن الكثير من الناس يريدون العمل هنا، لكنهم غير قادرين على ذلك. المهاجرون غير الشرعيين يعانون كثيرا ويجازفون بحياتهم عند عبور الحدود. هناك قرابة 11 مليون عامل دخلوا المكسيك بشكل غير شرعي، ويشكل مصيرهم ملفا سياسيا متفجرا. وفيما تنظر الحكومة الأمريكية في إصلاح سياسة الهجرة، يحذر البعض من استغلال العمال الموسميين. إنها فكرة غير واضحة. إذا كانت أعداد كبرى من العمال تأتي إلى البلاد للعمل، يجب إعطاؤهم بالتالي نفس الحقوق التي يحظى بها العمال الأمريكيون. وحين يأتي العمال الموسميون ويعملون بشروط متدنية، ذلك يعرض حقوق العمال للخطر. وتقول مجموعات مدافعة عن حقوق المهاجرين إن القانون يسهل استغلال العمال الذين ينتهي بهم الأمر بأن يصبحوا مديونين لمن اختارهم لهذا العمل في المكسيك، ويطلب من أرباب العمل دفع الحد الأدنى من الأجور. مدير المصنع جي نيوكومب يقول إن العمال يلقون معاملة جيدة ولذلك يعودون باستمرار، لكنه يشكو من الإجراءات الإدارية، حيث عليه أن يقدم طلبات جديدة كل سنة لنفس الأشخاص. السنة الماضية لم تصلنا تأشيرات الدخول إلا في وقت متأخر، والنساء كن يبكين لأنه كان ينقصهن المال والطعام. وتحدد الحكومة عدد العمال من خارج القطاع الزراعي ب 66 ألف عامل سنوياً. ويقول مدير هذا المصنع إنه بدون عدد كاف من العمال الموسميين، فإن صناعته لا يمكنها اجتذاب القوى العاملة التي تحتاجها لتلبية طلبات الزبائن.